قرب رمضان بقى وكده. طيب، المحاضرة النهاردة إن شاء الله مش هتبقى طويلة أوي يعني. هنكمل فيها كلام على الماتشنج نتورك. احنا المفروض اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت بشكل كويس من نسبيا يعني. المرة الجاية إن شاء الله هنبتدي فيه البيلدينج بلوكس، اللي هو ال LNA، الميكسر، البي سي او، وهكذا يعني. فمن المرة الجاية إن شاء الله دكتور نوزي هيبقى معاكم، والمترم الاسبوع اللي بعد الجاي يعني. الجاي ده مش المترم، الاسبوع اللي بعديه يوم الاربعاء مظبوط ولا يوم اللي ايه؟ شفتوا جدولكم الاربعاء صح، اللي هو 4 4 او 5 4، انا مش عارف بالظبط. فهيدخل لحد المحاضره بتاعه النهارده يعني، المترم لحد المحاضره الجايه مش داخل فيها الايه المترم. اوكي، هو مبدئيا النهارده المحاضره زي ما قلت لكم هتبقى بسيطه يعني، مش فاضل لنا كتير في الجزء اللي هو قبل البيلدنج بلوكس، بس لو حد عنده اسئله ممكن نتكلم فيها برضو يعني. يعني هنخلص بدري وحد عنده اسئله نتكلم فيها. اوكي ماشي. طيب طيب احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الماتش نتورك. ماتش نتورك هدفها كان ايه؟ هدف الماتش نتورك كان ايه؟ ان احنا في الاخر عايزين نعمل ماكسيمم باور ترانسفير. حلو، فالماكسيمم باور ترانسفير بتاعنا الكونديشن بتاعه ايه هو؟ لو انا شايف من هنا زي سورس وشايف من هنا زي لود، ايه الكونديشن بالظبط؟ زد سورس بيساوي زد لود كونجيجيت او العكس يعني، مش فارق او العكس. في اي مشكله؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. طيب الكلام ده المفروض يتحقق امتى؟ يعني ايه؟ يعني انا محتاج الزد لود بيساوي زد سورس كونجيجيت او العكس يعني. امتى الكلام ده؟ في الاوبريشن بتاعتي، في الباندوس اللي انا شغال فيه رقم واحد صح؟ كفريكونسي يعني، انا عندي حاجتين، هو فريكونسي ودايما امبليتيود صح؟ وعند الامبليتيود اللي انا شغال عندها معايا، لما باجي اعرف حاجه اسمها زد لود او اعرف امبيدنس، اصلا اعرف حاجه امبيدنس اللي هي جي اوميجا، اي مثلا حاجه بلس جي اوميجا سي. حلو، لاي دايره؟ لاي دايره يعني، مثلا لو عندي دايره زي كده، حاجه زي كده، الزد لود اللي انا شايفه هنا كام؟ تخيلوا مثلا نحط هنا جراوند ايه؟ ار باي، ماشي هنشوف ار باي، وايه تاني؟ ماينس جي كاباسيتنس، ماشي برل معه واحد على جي اوميجا سي صح كده؟ والسي دي اللي هي سي ايه؟ سي جيت، او مش جيت بقى، سي بي اي بالك امتر، ده بي جي تي يعني. حلو كده. طيب الكلام ده حصل امتى؟ بيحصل في سام سيرتن اوف اوبريشن يعني. انا ايه مدخل الكلام ده؟ انا فارض مين السي بي اي دي اصلا، ومين الار بي، مين الار باي، مين دول؟ دول انا جبتهم ازاي اصلا؟ عرفت الكيو بوينت بتاع ده صح، وحليته وجبت الاي سي بارامترز بتاعته اللي هي كانت فيها الار باي وكان فيها الايه؟ السي بي اي دي صح؟ تخيل كده لو انا عليت الكرنت هنا، الارقام دي هتتغير ولا مش هتتغير؟ هتتغير صح؟ فدي لود هتتغير صح؟ طيب انا لو انا بماتش الكلام ده مع زي اس معينه هنا، حلو؟
يبقى انا لازم ابقى عارف الاوبريتنج بوينت بتاع الايه الدايره بتاعتي. ف ايه معنى الكلام اللي انا بقوله ده؟ اللي انا بقوله ايه؟ ان احنا لما بنيجي نعرف حاجه زي كده احنا عرفنا حاجه اسمها سمول سيجنال، عرفنا امبيدنس سمول سيجنال امبيدنس. يعني امبيدنس في حاله ان انا عندي اوبريتنج بوينت معينه وجبت السمول سيجنال بارامترز وعرفت لها ايه؟ انبوت امبيدنس. حلو؟ وبماتش على الانبوت امبيدنس ده. بس ساعات في بعض البلوكس بيبقى البلوك ده اصلا مش شغال بشكل لينير، او ده انا فرض انه شغال لينير، عارف تعمله سمول سيجنال اناليسيس صح؟ مش شغال بشكل لينير، فمش شغال بحاجه بلارج سيجنال واي، يعني حاجه زي الباور امبليفاير. وقتها لما اجي اماتش ازاي؟ مع السمول سيجنال امبيدنس برضو؟ ما هو سمول سيجنال امبيدنس انا اصلا مش هشغله عندها. انا دايما الكارنت هنا هيبقى عالي جدا وقاعد عمال بيرزع مثلا كبير، ومش دي الاوبريشن اللي انا اصلا كنت بقى. يعني لو افترضنا ان انا رحت حاطط امبليفاير وما دخلتلوش سيجنال بيريودك سيجنال، هشوف زي انبوت معينه، ولو دخلت له بيريودك سيجنال هشوف زد انبوت مختلفه. طب زد انبوت المختلفه دي اعرفها منين؟ لو على السيميليتور بعمل حاجه اسمها ايه؟ لارج سيجنال سيميليشن. حلو؟ باجي اعمل هارمونيك بالانس، بيبقى الكيو بوينت بتحدد بحاجتين، الكرنت هنا والبايس الدي سي بايس، بس في نفس الوقت البي ان اللي داخله لي دي قيمتها كام؟ وعامله ازاي؟ والفريكونسي بتاعها عامل ازاي؟ اللي هي الايه السيجنال قاعده عماله ايه؟ طالعه نازله. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان انا الكونديشن ده انا بحققه في الاوبريشن اللي انا هشتغل عندها. الاوبريشن دي ان كان فريكونسي ان انا عايز احقق ده كلام عند سيرتن فريكونسي، او اللارج سيجنال اوبريشن. لو هو انا هشتغل لارج سيجنال لازم الكلام ده يكون متحقق في لارج سيجنال. لو هشتغل سمول سيجنال لازم يتحقق في سمول سيجنال. فعشان كده لو حد سمع حد بيعمل بي اي يقول لك انا مش بعمل ماتشنج عادي، انا بعمل حاجه اسمها باور ماتشنج. بس هو ايه الباور ماتشنج؟ هو الماتشنج ده بس بيعمله عند ايه؟ عند الباور ليفلز اللي هو بيشتغل عندها. ما ممكن انبوت، انا بدي مثال سهل، يعني بدي مثال في الانبوت، بس هو في الاوتبوت نفس الكلام. انت لما انت في الاوتبوت عايز تماتش مع اللي بعديك، لو لارج سيجنال هتشوف اوتبوت امبيدنس معينه من ده، ولو سمول سيجنال هتشوف اوتبوت امبيدنس مختلفه. ممكن انا بدي مثال بس عشان حاجه سهله نحسبها. بس انا المثال بتاعي اللي انا عايز اقوله ان انت لازم تحسب الامبيدنس اللي انت هتماتش عندها عند الاوبريشن بتاعتك، ان كانت كان فريكوانسي وايز او كان امبليتود وايز، اللي هو لارج سيجنال ولا سمول سيجنال. فاهمين قصدي؟ يعني لو انا بديزاين تخيلوا كده معايا، عندي ريسيفر حتى مش ترانسميتر، وحاطط في الاول اتنويتر، حاطط له اتنويتر عشان انا، وبعد كده داخل على ال ان اي. ايه مشكله التوبولوجي دي؟ بس الاتنويتر ده ميزته ان هو بيروح من 0 ل 10 دي بي. يعني ايه؟ انا ليه بعمل كده ساعات كتير؟ ايه بالظبط؟ انا لو هخليه صفر لو باور قليله قوي فطبعا انا مش شايف الاتنويتر، فادخل على ان على طول الرقم ده الاتنويشن فاليو. حلو؟ واخليه 10 دي بي امتى؟ لما الباور تجي لي عاليه قوي فاتنوتها، عشان ان ده مش هيستحمل الباور الايه العاليه صح. فالاتنويتر ده لما اجي اصلح اشغله مثلا الماتشنج بتاعه، اظبط الماتشنج بتاعه عند ايه؟ عند الباور العاليه، لو انا مقتنع ان هو ايه هيشتغل دايما عند باور عاليه مثلا. افترض معايا انا بس بديك مثال لاي بلوك، مش لازم يكون بي ايه بس. ماشي؟ بس الحته دي ممكن نشيلها يعني مش مشكله. بس المهم يعني الكونديشن ده كونديشن فاليد لاي كيس. يعني ايه؟ يعني لاي كيس، لاي امبليفاير. بس المهم ابقى عارف انا بماتش فين، بماتش امتى. اوكي؟ طيب دي اول حاجه احنا عايزين نعمل الشكل ده. وعايزين نعمله ايه كمان؟ لازم يكون ايه؟ نويزلس صح؟ وما فيهوش اتنويشن. لو احنا قدرنا نعمل الكلام ده نويزلس وما فيهوش اتنويشن، يبقى انا بقى اقدر اعمل ماكسيمم باور ترانسفير من هنا لهنا. ماكسيمم باور ترانسفير من هنا لهنا. طب ايه هي النويزلس كومبوننتس او اللي هي كمان مش ريزيستيف كومبوننتس؟ اللي هي ال ال ايه؟ ال ال والسي صح؟ ال ال والسي. فاحنا هنستخدم ال ال والسي عشان نعمل ماتشنج ده. فطبيعي ان طالما استخدمت ال والسي يبقى الكلام ده فاليد عند ايه؟ اف نود معينه صح؟ صح؟ وطبيعي ان انا طالما بقى عندي ال والسي بقى عندي حاجه اسمها ايه؟ كواليتي فاكتور. فالكواليتي فاكتور دي مع الاف نود ده هيديني معاه ايه؟ في بندوس معين هقدر اشتغل بيه. يعني على حسب الماتشنج نتورك اللي انا اختارها
هتشتغل عند اف نود معينه ويبقى ليها كواليتي فاكتور معينه ببانس معين. هيبقى فكل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه او اتكلمنا فيه المره اللي فاتت وهنتكلم فيه المره دي باستفاضه شويه هو فكره ان انا ازاي اختار الماتشنج نتورك بحيث ان انا اجيب كيو معينه يعني بانس معين عند اف نود معينه. حلو؟ طب افرض واحد قال لي انا عايز اعمل ماتشنج نتورك بحيث ان تشتغل ببندس مثلا، يعني لو افترض معايا الاف نود دي ب 1 جيجا وانا عايز اخليه يشتغل من 0 ل 2 جيجا، هعمل ايه؟ البندس هيبقى ايه؟ كبير ولا صغير؟ يعني البندس كده كام ريشيو قد ايه من ده لده؟ الكيوب نص صح؟ ها؟ طيب ده كده اسهل ولا كيو كده بنص؟ 1/2 صح؟ طب دي سهلة صح؟ لو كيو بنص دي سهلة صح؟ ها؟ يعني أنا قصدي السهل ده ولا مش سهل ده؟ إيه؟ أنا عايز أعمل حاجة زي ليه مش سهل؟ يعني أنتوا قلتوا حاجة كويسة، أنتوا بتقسموا الباندوتس على الإف نود أو الإف نود الإف نود على الباندوتس او ايا كان يعني، وبتبص على كيو خلاص صح؟ لا بس في متريك تاني مهم قوي نبص عليه. ايه هو؟ الريشيو ما بين الرقم ده والرقم ده. الريشيو ما بين الرقم ده والرقم ده. الريشيو دي ما ينفعش تكون كبيره. هنا الريشيو دي بكام؟ بانفينيتي. يعني انا ما اقدرش اعمل الكلام ده بال سي اصلا. معلش ما مش هيقول انت اصلا بالسنس بتاعك ان ايه؟ انا اجيب الزيرو ازاي؟ لو عندي ال سي. يعني ال سي دول عند الصفر ده بصفر وده باوبن سيركت، يعني اصلا ما لهمش لازمه. حلو؟ فانا لو عايز اعمل ماتشنج عند صفر اكيد مش هعمله بايه؟ بال سي صح؟ طيب وفي نفس الوقت انا عايزه يشتغل عند 2 جيجا، فاكيد انا هنا مش هشتغل بايه؟ بال سي بالشكل الطبيعي، لازم ابقى اخلي ماتشنج بتاع ريزيستيف كومبوننت هو اللي يجيب لي الدي سي، واخلي ال سي كومبوننت يجيب لي 2 جيجا. انا بدي بس مثال بسيط يعني. حاجة ان هو ان انت ما تقعدش ما تبصش بس على الريشيو دي وتقول ان هي تنفع. لا انت تبص على الماكسيمم فريكونسي والمينيمم فريكونسي مع بعض. ده اهم اصلا. يعني لو جيت قلت لك الاسهل تعمل لي امبليفاير من 10 10 من 10 جيجا ل 1 جيجا ولا امبليفاير من 10 جيجا ل 2 جيجا؟ اسهل بس اسهل قد ايه؟ اسهل كتير من 10 ل 2 اسهل كتير من 10 ل 1. 10 واحدة صعب جدا. ليه؟ عشان انت تبقى عايز ال سي كومبوننت تشتغل تبقى افكتيف عند ال 10 جيجا، وهي هي نفسها تبقى افكتيف عند الايه؟ عند ال 1 جيجا، والفرق ما بينهم كام ضعف؟ 10 اضعاف. فالال دي قيمتها هتقل 10 مرات عشان الجي اوميجا ال، والسي دي قيمتها كامبيدنس وايز بقى، والسي دي قيمتها تزيد 10 مرات، فاكيد انت مش هتلاقي ال سي كومبوننت، مش هتلاقي كده نتورك تعملها تشتغل لك effectively تديك ماتشنج عند 10 يعني عند اف واف على 10 او اف و10 اف. فاهمين قصدي؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب احنا المفروض ان احنا في الاخر انا كل عايز نبتدي بيه هي النقطه دي، وقلنا اتفقنا ان هي المفروض متحققه في الكونديشن اللي هنشتغل عليه، واتكلمنا المره اللي فاتت عن الموضوع الامبيدنس ترانسفورميشن. لو انا عندي ال وار سيريس اقدر احولها لايه؟ ال وار بارل ده على طول ولا امتى؟ لا مش لازم كده تكون اكبر من 3 عند فريكونسي معينه صح؟ عند اف نود معينه كل لم ضاعت عند اف نود معينه اقدر ايه؟ اعمل ريبريزنتيشن ليها بالشكل ده صح؟ اقدر اعمل ريبريزنتيشن ليها بالشكل ده عند اف نود معينه صح؟ مش عند كل الفريكونسيز. فلو انت لو جيت بصيت لو قلت ان دي ار بي وار اس وال اس وال بي، هنلاقي لو افترضنا ان الكيو اللي هي اوميجا ال اس على ار اس، خلي بالك الاوميجا دي اللي هي الاف صح؟ اللي هي هي الفريكونسي. اكبر مثلا هنقول اكبر من 3، افترض معنى اكبر من 3، هنقول ان الار بي لو حسبتها تطلع اراوند كيو سكوير ار اس، والال بي اراوند ال اس صح؟ وكان نفس الكلام قلناه على الكباستور. فمن الحاجات دي استنتجنا ان احنا لو افترضنا ان انا عندي بلوك الامبيدنس بتاعته هنا 5 اوم، عايز اماتشه مع حاجه عند كام؟ 50 اوم. فمن الفكره دي اقدر اعمل ايه؟
من الفكره دي بس اقدر اعمل ايه؟ احط الاول سيريس ال. السيريس ال ده عند اف، انا عايز اماتش عند اف نود معينه، صح؟ عند اف نود معينه هنا. فالشكل ده اقدر ابريزنته بايه؟ بار وال بالشكل ده، صح؟ الار دي ايه علاقتها بالار دي؟ مضروبه في كيو سكوير. فانا احط قيمه ال دي بحيث ان دي تديني 50 اوم، وصمت وال ال دي هتبقى هي نفس ال ال دي، يعني دي لو ال 1 هتبقى هنا هنا ال 1. حلو؟ وبعد كده اروح حاطط معاه كاب كاب اريزونيت ال ال دي عند الاف ايه؟ نود. فبالتالي لما اجي ابص من هنا هشوف ايه؟ هشوف ال 50 اوم، صح؟ فعشان كده قلنا الماتشنج نتورك دي هتبقى شكلها عامله حاجه عامله كده بالشكل ده، ويبقى في هنا ال 1 مثلا وسي 1. اوكي؟ طيب لو انا افترضنا ان انا عندي حاجه عامله كده، لو انا عندي هنا 500 نفس الكلام يعني، وهنا 50 وهنا 50، هعملها ازاي؟ احط الاول نفس الفكره، احط انا هنا من ببص ببص لدي، انا عايز اروح من الكبير كبير لايه؟ لصغير. يبقى انا اروح من الشكل ده للشكل ايه؟ للشكل ده. فالشكل ده ايه هو اصلا؟ ال ال شنط. فاحط ال ال شنط هنا، وبعد كده احط سيريس سي، بحيث ان الكيو هنا ده تبقى كيو هنا هتبقى راوند 10، قصدي كيو سكوير راوند 10. اوكي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب احنا حليناها بالشكل ده. طب انا ما كان ممكن احل المساله الاولانيه دي بايه؟ احط هنا 5 اوم، انا عندي 5 اوم عايز اروح ل 50، كنت كان ممكن احط الاول ايه؟ سي وبعد كده ال بالشكل ده، مش كان ممكن اعمل كده؟ ها؟ ولا كانش ممكن؟ كان ممكن. احنا لو احنا بس انا ارسم لكم ال هنا بس، لو بصيت على السي هي نفس الايكويشنز اولموست بالظبط. حلو؟ ودي كذلك كان ممكن تبقى العكس. طب حد يجي يقول لي مين فيهم الاحسن؟ على حسب ايه بقى؟ هاي باس فلتر ولو يعني ايه الكلام ده بقى؟ اوكي ماشي. اوكي يعني انت، طب الاول الباندوس هنا والباندوس هنا زي بعض ولا مختلفين عن بعض؟ هيبقوا زي بعض. طب ازاي بقى هاي باس فلتر ولو باس فلتر؟ تفهم قصدي؟ حد فاهمين السؤال اللي بساله؟ مش فاهمين السؤال اللي بساله. الكيو هنا بكام؟ في دي اوميجا ال ار على كام؟ ماشي ماشي. انا هختارها بكام؟ هختارها بكام هنا في الحق الاولانيه دي؟ انا هاجي اقول انا عايز اعمل ترانسفورميشن من 5 ل 50، صح؟ فانا من الايكويشن دي اقدر اقول انا لازم كيو سكور تبقى بكام؟ ب 10. يبقى كيو تبقى المفروض تبقى جذر 10 اللي هي 3.3، صح؟ او 3.1. اوكي؟ معايا في دي؟ اوكي؟ ومن هنا وبعد كده رحت جايب ال عند الاوف عند الاف نود دي، وبعد كده منها عملت ريزونانس ال ده مع السي وجبت السي. حلو كده؟ وهنا نفس الكلام عملته اللي في اللي تحت دي، فالكيو اللي تحت هي تبقى نفس الكلام بالظبط، هتبقى لازم تبقى 3.1. فانا سؤالي هي هو مين فيهم احسن؟ ماشي. ده معناه ايه بقى؟ هو الفكره ان هو الزميلنا قالها موضوع الايه؟ اللي هو لو باس وهاي باس. يعني انت ممكن تفكر فيها ان السكشن ده نوعه ايه؟ لو باس فلتر. والسكشن ده نوعه ايه؟ طالما لقيت سي دي السي يبقى هاي باس فلتر سكشن، وده لو باس فلتر سكشن. بس اللي انا بقوله لك ان هما الاثنين ليهم نفس الكيو، ليهم نفس الكيو. الكيو دي بتعرف لي ايه؟ ايه الباندوس؟ ايه نوع الباندوس اللي بتعرفه؟ ال 3 دي بي باندوتس. ال 3 دي بي باندوتس، صح؟ الكيو دي بتعرف لي ال 3 دي بي باندوتس.
فلو جينا بصينا على الشكل ده هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان احنا لو رسمنا يعني ايه؟ رسمنا الباور اللي جيت ترانسفيرد من هنا لهنا ازاي؟ الباور ترانسفير فانكشن يعني افترضنا ان احنا عرفناها يعني هنلاقي شكلها عامل ازاي؟ هنلاقي هنا ايه عند اوميجا نود هنا هنلاقي موجوده وبتنزل ب 3 دي بي في بندس معين مبني على ايه؟ على كيو دي على كيو اللي انا حطيتها بس هنلاقي ان هنا عشان عندي ال هنلاقيها بتعمل كده هنا وبتنزل هنا كده طب واللي تحت هنلاقيها العكس انتوا فاهمين قصدي ايه؟ جربوها كده يعني انت اعملها حطها على السيميليتر وشوفها تطلع شكلها عامل ازاي فده طبيعي ان انا لو انا عايز حاجات فيها دي سي كومبوننت شويه معايا او عايزها معايا اكيد هستخدم ده مش هستخدم ده طب في حاجه تانية برضو ان انا لو افترضنا ان انا عايز اعمل تيوننج للماتشنج نتورك يعني ده نقطه تانية عايز اعمل تيوننج ليها ان انا باجي اقول لك ان انا الماتشنج نتورك دي انا عايز اعملها تيوننج ممكن تشتغل عند 10 جيجا وممكن تشتغل عند 15 جيجا اعمل لي تيوننج هنعمل تيوننج في ايه؟ في الكاباستور ينفع نعمل تيوننج في الاندكتور؟ ما ينفعش؟ لا هو ينفع الحقيقه ما هو ينفع هو مين اللي قال ما ينفعش؟ اريا كبيره يبقى هو ينفع بس ايه؟ اريا كبيره وهي مور كومبليكيتد ان انا اعمله يعني انا هضطر احط اثنين اندكتورز كده اخد اريا قد كده واقعد بقى اشوف هوصلهم ازاي اقفل ده وافتح ده فدي مشكله كبيره غير الكاب خالص الكاب ده حاجات صغيره في الموجوده عندي فاقدر افتح واحد واقفل الثاني بسهوله جدا حلو؟ فانا هعمل ايه؟ فاريبيلتي في الكاب ده طيب لو انا هعمل كده ده احسن ولا ده احسن؟ عشان الكيو ازاي بقى؟ بالظبط مشكله ان الكاب ده عامه طالما انا هعمل سويتشنج في الكاب يبقى احسن اخلي الكاب بتاعي تو ذا جراوند ليه؟ عشان انا وقتها في كارير امبلمنتيشن انا بحط السويتش هنا فالسويتش ده بيبقى شايف اعلى في جي اس بيبقى اقل ريزيستنس وبيبقى شايف اقل بيبقى السوينج عليه قليل فبالتالي بشوفش منه نون لينيرتي عاليه برضه في نفس الوقت تبقى مشكله كبيره ان انا عندي كاب في الباس بتاع السيجنال بتاعي في الباس بتاع السيجنال بتاعي بالشكل ده وعايز اخليه فاريبل بتبقى غلسه جدا انا بس بقولها يعني فبالتالي اكتر واحد بيفرق معاك الكلام ده اللي بيعمل ايه؟ الايه؟ لا مفيش ولا الفلتر ما الفلتر عنده ال سي ال سي وعنده سكشن كتير فدايما هيدور على التوبولوجي اللي فيها الكابس للايه؟ للجراوند اوكي؟ في سؤال في الكلام ده؟ طيب مشكله الماتشنج نتورك دي الاول احنا جربنا ايه؟ جربنا ان احنا نعلي ونوطي صح؟ مشكلتها الكبيره ايه بقى؟ اللي احنا قلناها المره فاتت الايه؟ الكيو مش ثابته كيو ماليش تحكم فيها الكيو مبنيه على اساس ايه الريشيو دي صح ولا ايه هي الريشيو دي طيب لو انا عايز يبقى عندي مور ديجري فريدم عشان الكيو دي اغير اظبطها عشان الكيو دي هي الباندوتس صح فبعمل ايه طبيعي ان انا لو عايز احط 1 ديجري فريدم بحط ايه 1 مور اليمنت صح لو عايز 2 ديجري بحط 2 اليمنتس وهكذا طب انا لو عايز اعمل 1 مور ديجري فريدم فباجي اعمل ايه؟ هاجي احط اليمنت. طيب افترض معايا كده هنا كيو دي كيو هنا ب 3 صح؟ مش صح ولا ايه؟ في دي؟ طب انا قلت لك اعمل لي حول لي من 500 برضه ل 50 بس بكيو ايكوال 10. هتعملها ازاي؟ يعني انا عملت ريستريكشن على الباندوت قلت لك الباندوت انا عايزه صغير قلل الباندوت بالظبط باجي اعمل ايه باجي اقول انا كان هيبقى عندي اتنين ماتشنج نتوركس واحده هنا واحده هنا حلو الاول هنقل بحيث ان انا ب 10 مرات فرق الاول كيوب 10 معناها الكيوب كام هنا كيو سكوير ب 100 حلو فانقل ب 100 بال 100 دي فانقل من 500 لكام مثلا؟ انزلها ل 5 فانا لو هنزلها اعمل ايه الاول؟ ال وبعد كده ايه؟ سي بقت الامبيدنس اللي انا شايفها هنا كام؟ 5 اوم والكيو بتاعت الحته دي السكشن ده كام؟
ب 10 سوري صح كده؟ ماشي. وبعد كده انا عايز ارفع 5 لايه؟ ل 50. فممكن احط هنا ايه؟ سيريس بعد كده ايه؟ شنط. فممكن احطه سي ال او ال سي. فممكن اخليه شكله كده او شكله الايه؟ ال سي صح؟ طيب الكيو بتاعت الحته دي بكام؟ او كيو سكوير او كيو نفسها؟ ب 3 صح؟ طب الاوفر نوت اوفر اول كيو هنا تبقى كام؟ هتبقى كبيرة 10 في الاغلب. ليه؟ ما هو انت فكر فيها، ده عامل باندوس ليميتيشن وده عامل باندوس ليميتيشن، بس ده واسع عن ده، يبقى انت تاخد مين اللي هتحس بيه اكتر؟ الاضيق. فمين الاضيق؟ الكيوب 10. افكتفلي يعني هتشوف الكيوب 10 مش هتشوف الكيوب 3 دي. ممكن تبقى اعلى شويه من 10. ما انت هنا اديها 5، فانت عايز تروح بقى من 5 ل 50. فعايز الكيو سكوير بكام؟ ب 10. كيو سكوير ب 10 يبقى كيوب 3. مش هو قايل الكيوب 10؟ ما هو ما انا عايز، انا كنت عايز كيوب 10 اصلا صح؟ فانا عملت ايه؟ حطيت اول سيكشن هو اللي يديني الكيوب 10 اللي هو السيكشن ده. فحطيت ليه كيوب 10 ليه كيو سكوير ب 100، فنزلت من 500 ل 5. تمام. بعد كده اعمل اللي انا عايزه. وبعد كده رحت بالظبط، رحت شفت الباقي، لو الباقي ده لقيته ان هو كيو صغيره قلت كيو صغيره مش فارقه طالما صغيره يبقى انا افكتفلي هشوف الكبيره. تمام. صح؟ فبنيجي نقول ان الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن باي نتورك بشكل ده. فميزه ان انا يكون عندي باي نتورك اماتش بيها ان هي بتعمل لي ايه؟ بتخليني اقدر احدد الكيو بتاعتي، اقدر احدد الكيو ايه بتاعتي. يبقى انا بقى عشان انا حطيت 1 element زياده يبقى انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اقول عند اف نود بكام وبكيو بكام اماتش بيها. حلو الكلام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طبعا كان ممكن احطها سي ال سي مش فارقه. طب لو دي كانت اصغر كتير من دي، فبنيجي نعمل حاجه ثانيه اسمها ايه؟ باي نتورك العكس يعني. ممكن انا برسمها بشكل ايه؟ عشوائي، اللي هو مين ال ومين السي فين مش فارقه. بس ده دي نوعها ايه؟ تي نتورك ودي باي نتورك. اوكي؟ طيب. هو كده بالظبط، ده السؤال هنا، هنعمله ازاي؟ يعني انا خلي حلو الحته دي، ان انا في الاخر انا هنا لما حبيت اعلي الباندوتس يعني كيوب 3، لو انا لقيتها بسيطه، انا لو عملتها بعادي من 500 ل 50 الكيو هتبقى ب 3، بس انا عايز كيوب 10 مش عايز كيوب 3، انا عايز افلتر زياده من الماتش نترك. طب افرض انا عايز كيوب نص او بواحد، اعملها ازاي؟ ما هو ده مالتي سيكشن مش ده مالتي سيكشن؟ بالظبط. هنيجي نبص عليها هنلاقي نقول احنا عندنا ايه؟ لو نقول نفس السؤال تاني 500 هنروح ل 50. حلو. وعايز بقى ان هو الطبيعي ان هي كانت الكيو هتبقى ايه؟ ب 3. لا انا عايز اخليها كيو بواحد. طبعا يعني هفترض ان الايكويشنز اللي هناك دي انا هستخدمها، بس هي مش فاليد ماشي؟ عشان ايه؟ هي في ابروكسيميشن، هي في واحد بلس ومش عارفه ايه، انا بس مش كاتبه. اوكي؟ فكيوب واحد، كيوب واحد. ف ولا بلاش خليها بواحد، خليها ايه؟ خليها باتنين يعني رقم، بس انا مش عايز واحد عشان ممكن تضايقنا يعني. الكيوب اتنين هنعمل فيها ايه؟ ايه؟ هننزل من 500 لكام؟ كيو سكوير ب 4، يبقى ننزل من 500 لكام؟ ل 125 صح؟ فانا كل هعمل طالما هنزل اعمل ايه؟ احط الاول حاجه، احط حاجه ايه؟ سيريس ولا شنط؟ طالما هنزل شنط صح؟ ماشي. فممكن احط هنا كاب وهنا ال، بحيث ان انا اشوف كده كام؟ 125 صح؟ الحته دي الكيو بتاعتها بكام؟ ب2 معايا؟ طب انا عايز اروح من 125 ل 50 بكيو قليله برضو. فلو نزلت بسكشن كمان هيديني كيوب كام؟ 125 على 50. 125 على 50 بكام؟ ب2 وربع، 2 ونص قصدي. جذر 2 ونص كام؟ 1 وربع. حلو؟ فانا لو حطيت السكشن زي ده تاني بالظبط هتبقى الكيو بتاعته 1 وربع.
معايا؟ انتوا فاهمين اللي انا بعمله؟ حلو؟ فهيبقى هحط سكشن بالشكل ده تاني. طب يبقى الاوفر اول كيو كام؟ هتبقى اعلى سيكه من اثنين، اعلى حاجه صغيره من اثنين. بس هي ايه؟ نقول اثنين حاليا. يبقى انا قدرت احول من 500 ل 50 بايه؟ ببانوس اعلى شويه. انا برضه عملت نفس الكلام، حطيت مالتي سكشن بس حطيتهم ايه؟ زي بعض، بمشي في نفس الاتجاه. انتوا لو خلي بالكم هنا انا عملت ايه؟ انا رفعت الامبيدنس وبعد كده نزلتها، فلما رفعتها جامد ونزلتها او نزلتها جامد ورف... يعني فاهمين قصدي؟ مش في نفس الاتجاه. يعني هنا 550 حطيت حاجه يا كبيره قوي يا صغيره قوي عشان اعلي كيو. انا هنا حطيت حاجه في النص. حطيت حاجه في النص عشان الكيو تبقى ايه؟ صغيره. لو لقيت ان انا مش عارف اجيبها بالشكل ده هضطر احط سكشن كمان. سكشن تالت. براحتنا. انا بحطها بشكل ده وده. بس انا الحاجه اللي كنت عايز اقولها لك ان موضوع اللو باس فلتر والهاي باس فلتر التشيب ده تبقى تاخد بالك منه بس مش اكتر. ماشي؟ هنا مثلا حطيت ال سي بعد كده صح. هنا نفس الشكل سي ال سي بالظبط. ايه الفرق ما بينهم؟ ان انا هنا كنت عايز اجيب ماتش نيوتن كيو بتاعتها عاليه قوي، اعلى من اللي ممكن من الريشيو دي ممكن تجيبها بال سي سكشن على واحد. انت فاهم قصدي؟ يعني ال سي سكشن واحد. يعني انا من 550 بال سي سكشن واحد الكيو بتبقى بكام اخرها؟ بتبقى 3 صح؟ بس انا كنت قلت لك اعمل لي ديزاين ليها تبقى الكيو تبقى ب 10. اول واحده الكيو بتاعتها ب 10 وبعد كده شفت الثانيه لقيتها اصغر من 10 مش مشكله. لو اكبر من 10 برضو ده احسن. ماشي. بس بقى ممكن اكون وقتها لو انا عايز 10 بالظبط لازم اظبط الايه ديزاين بتاعي. هو فكر بقى السي بعد كده ال عشان بس يبقى مع بعض. انت قصدك ليه ما حطيتش هنا ال سي؟ كان ممكن احط ال سي بس وقتها انا بحط كومبوننت زياده يعني. ليه؟ لا المفروض يشوفها. ليه؟ انت قصدك افشنسي قصدك بيها ايه؟ اللي هي الباور. اللي هي الباور، باور لوس ولا باور لاج وليد؟ ما هو لاج وليد مش هيحصل حاجه عشان انت كده كده بتريزونيت، فعند الاف نوت كل ده مش هتشوفه خلاص، ما احنا بنحسبها. ماشي، ما عندكش ايماجري كومبوننت شايفه من هنا. وما انا بريزونيت ليه؟ عشان ما اشوفش ايماجري كومبوننت عند الاف نوت. ففيش هنا ما فيش لاج وليد قوي يعني. بالشكل ده. ماشي، ممكن يبقى في تايم ديلي. في فرق ما بين التايم ديلي. اقول لك افهمك انا قصدي ايه. يعني انت ممكن السيجنال جايه لك هنا، حلو؟ هيطلع لك هنا. ان فيز ولا اوت اوف فيز؟ ممكن تاخد ديلي. بس في الاخر انا ما بوظتهاش، فاهم قصدي؟ يعني قصدي اللاج وليد مش بيبوظ السيجنال. يعني انت ليه شايف ان ده ممكن يبوظ الافشنسي بتاع السيجنال؟ لا انا بتكلم من ورا ورا. انفيز؟ لا ما هو لازم يبقى انفيز. ما انا بماتش على 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 ريل كومبوننت، انا ماتش على ال 50، فلازم الفي والاي هنا يبقوا انفيز ولازم الفي والاي هنا يبقوا انفيز. ما بيحصل في النص ده ما اعرفش حاجه ثانيه هتحصل في النص. أني واحد فيهم؟ ده بيزود الامبيدنس؟ لا ده بيقللها. لا بيزودها، سوري بيزودها. ده بيزودها. ما احنا متفقين يعني لو انت يعني الشكل ده انت لو رحت من هنا لهنا بيزود ولا بيقل؟ بيزيد. يعني تحط ال سيريس تبقى بيزيد. لو نفس الكلام لو حطيت سي سيريس هيزيد. هي نفس الكلام. ما على حسب اللي لسه كنا بنتكلم فيه من شويه. الاوبريتنج بوينت بتاعتك ايه؟ لو انت شغال دايما لارج سيجنال يبقى لازم تعمل اتش بي هارمونيك بالانس يعني او لارج سيجنال سيميليشن اس بي. يعني تشوف ال ده لو افترضنا هتشوف اس بارامتر يعني هتشوفها لارج سيجنال، بس لو سمول سيجنال هتشوف اس بي عادي بقى ما فيهوش حاجه.
على حسب الاوبريتنج بوينت بتاعتك. انت قصدك كيو ايه؟ اني كيو؟ السكشن ده؟ ها؟ لا ما هو طيب طيب بصوا بصوا يا باشمهندسين ركزوا معايا بس في الحته دي عشان مهمه. هنا في فرق ما بين الكيو بتاعت الاندكتور وكيو بتاعت النتورك، دي حاجه ودي حاجه. ايه هي؟ ايه هي اللي يفرق في حاجه؟ مش فاهم معلش مش فاهم. ده؟ ما ستيب اب ترانسفورميشن؟ ماشي من هنا لهنا من 50 من 500 ل 50 ومن 500 ل 50 ماشي. اوكي بس ده لو بندس قليل قوي وده لو بندس كبير. لو انا بندس قليل ما انت وقتها مش هتعرف، انت كده بتحط التوبولوجي غلط من الاول، ما انت مش هتعرف تجيب بندس قليل، لو حطيت كده هتجيب بندس كبير. لازم الكيو تبقى صغيره، ما هو بالاناليسيز اللي احنا بنعملها ان التوبولوجي دي في الاخر هتجيب لك بندس كبير. فاهم قصدي؟ طيب بص يا باشمهندسين برضه في حاجه ثانيه اللي احنا بنعمله النهارده وانت بتزاين مش هتعمله. يعني ايه؟ انت وانت بتزاين مش هتقعد تحسب الايه؟ الارقام. اه ممكن في الكلاس هنا في الاساينمنت او في الامتحان ادي لك حاجه ايه؟ تحلها بالشكل ده. بس في الحقيقه انت مش هتقعد تعمل كده. بس ده بيديك ايه؟ انديكيشن وانتويشن انت المفروض تعمل ايه؟ يعني انت ايه؟ بفي تولز هي اللي بتساعدك تزاين الماتشنج نتورك. بس انا مثلا انا واحد عايز ايه؟ التولز مش هتقول لي ابدا التوبولوجي بتاع الماتش نتورك، مفيش تول بتقول لي التوبولوجي بتاع الماتش نتورك ايه؟ هي بتقول لي ايه؟ بقول لها انا هحط الماتش نتورك زي دي وعايز الماتش من 500 ل 50 ادي لي احسن باندلز عند الفريكونسي ده، هتقعد تدور لك على ال والسيز دي لحد ما تجيبها. ده لو افترضنا ان هي ايه؟ فيها اوبتمايزر وبيدور. حلو؟ طيب انا كان لازم ابقى عارف ان الناتش النتورك دي هي اللي هتعرف تجيب لي بانوس كبير. فاهمين قصدي؟ لو انا مش عارف ورحت اديت لها حاجه زي دي مش هتعرف، مهما عملت مش هجيب حاجه. مهما عملت مش هجيب حاجه. فاهمين قصدي ايه؟ طيب في حاجه اسمها سمعتوا عن حاجه اسمها سميث؟ طبعا انتوا عارفين سميث شارت صح؟ بس في حاجه اسمها سميث تول باين استخدمتوها؟ لا؟ بص سميث تول دي تول لذيذه جدا كده. يعني ايه؟ هي بتخليك تديزاين الماتش نتورك على سميث شارت. حلو؟ يعني ايه ديزاين؟ يعني انت بيبقى عندك في سميث شارت دي سميث شارت. حلو؟ فين ال 50 اوم هنا؟ السنتر دي ال 50 اوم. حلو؟ الجزء اللي فوق ده ايه؟ اندكتيف. الجزء اللي تحت ده ايه؟ يعني ده ال وده سي. ده ايه؟ ده كاباستيف صح؟ معايا؟ لو جينا بصينا هنا لو مشينا كده كريزيستيف كومبوننت هتقل صح؟ ولو مشينا كده هتزيد برضه. في مشكله في الكلام ده؟ فانا لو عندي 500 بس هلاقيها هنا وعايز اروح لدي، يعني انا عايز ماتش عايز ماتش عايز اوصل من 500 لايه؟ ل 50. فاللي احنا بنقول ده ان انا كان ممكن اروح لها بحاجه بالشكل ده صح؟ حطيت الاول حاجه سيريس حطيت الاول شنط ال هيطلعني كده، وبعد كده انزل سيريس سي او احط شنط سي وديني، وبعد كده سيريس ال. انت ممكن تقعد تجرب على الطول دي وتشوف اللي هيحصل، وده الاثنين دول هيديك نفس البرفورمانس شبه بعض، بس ايه واحد لو باس فلتر واحد هاي باس فلتر ايه كونفجريشن. طب انا لقيت نفسي عايز اعلي البند شويه هلاقي نفسي ان انا بعمل حاجه زي كده. فاهمين قصدي؟ بحط كذا كومبوننت فبروح نقط كتير وبمشي. ممكن انت لو ما تلاحظ هتلاحظ انت وشغال على 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 سميث شارت ان انت كل ما الطول ده يزيد كل ما بتمشي طول اطول، معناها في الاغلب معناها في الاغلب ان البانس بتاعك هيقل، البانس بتاعك هيقل في الاغلب، يعني مش شرط مش شرط. اوكي
المهم يعني ان قصدي ان انت ممكن تعمل ديزاين للكلام ده كله على ايه؟ بتول على سميث شارت وتبتدي تشوفه. بس هي في الاخر اللي احنا بنتكلم فيه ده عشان يديك الانتويشن ويديك الايه؟ التول. انت تبتدي منين؟ عشان ما حدش هيقول لك هتبتدي منين، ما حدش هيقول لك هتبتدي منين. وخلي بالكوا نفس الكلام هيبقى في الـ في الـ في الـ في البيلدينج بلوكس اللي بعد كده. يعني لما تيجي تاخد ال ان ايه حلو، هيبقى ليه ثلاثه توبولوجيز. انت المفروض في الكلاس هتفهم التوبولوجي دي فايدتها ايه وبتعمل ايه واحسن حاجه فيها ايه، ودي ودي ودي. بس وانت بالديزاين لازم تبقى فاهم انت عايز تبتدي منين وهتختار مين، حتى لو في تول او في حد تاني هو اللي هيعمل لك الديزاين ده ويجي يدور على الكومبوننتس ما يدورش في حته غلط. فاهمين قصدي؟ في مشكله في الكلام ده؟ في حد عنده سؤال؟ نفس الكلام. طيب تعالى نفكر فيها. انت عايز بيورلي كاباستيف؟ بيورلي ايه؟ بيورلي كاباستيف؟ انا عايز عندي سي هنا مثلا نقول بواحد مايكرو، عايز اروح بيها ل 50 اوم. ايه رايكم يا باشمهندسين دي نعملها ازاي دي؟ ليه نحط ريزيستنس؟ ما اقدرش اعمل اي حاجه؟ بالظبط. فبالتالي لازم ريزيستنس. يعني ايه الكلام ده؟ لو انت عندك، انت فكر فيها، انت عندك الار هنا بكام؟ معاه بانفينيتي صح؟ انا عايز اروح من انفينيتي ل 50 اوم، هحتاج كيوب كام؟ بانفينيتي. هقدر هجيب ايه الكومبوننت اللي احطه؟ ما عنديش كومبوننت احطه حاجه زي كده. فاضطر ان انا على الاقل احط هنا مثلا 2000 اوم. احط بايديا 2000 اوم، وانا عارف ان ال 2000 اوم دي مش هتاثر في النويز حاجه. تاثيرها ضعيف جدا في النويز. وابتدي احل المساله ان انا رايح من 2000 لايه؟ ل 50. بس هلاقي الباندوس ضايع جدا، يعني قليل قوي. لو افترض ان انا عايز باندوس كبير، وممكن يبقى انا عايز باندوس كبير قليل جدا. فتبقى كويسه. فوقتها لو انا عندي بي جي تي بالشكل ده، بي جي تي بالشكل ده وعايز اماتشه، البي جي تي الامبيدنس بتاعته ايه هنا؟ هل هي كباسيف بس؟ لا، ليها ريل بارت اللي هو عباره عن ايه؟ ار باي. فانا ممكن ابتدي اماتش الار باي لمين؟ لل 50 اوم. هيبقى عندي سي بس صح. فلازم احط له ار صغيره جنب ار كبيره قوي جنبه كده عشان ابتدي اعرف اماتش بيها. ما انا لو هبتدي من انفينيتي مش هروح، مش هعرف اروح حته. ما احط 50 اوم على طول. طيب ما هو ده السؤال بقى. طب احنا لو عايزين ماتش بنحط 50 اوم وخلاص، ليه بنعمل كل ده؟ هيبقى ايه؟ لوسي. يعني ايه لوسي؟ هو هيعمل حاجتين، هيزود نويز ويقلل الباور. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما انا عندي حاجه زي كده، انا ممكن ماتش على 50 اوم احط له ايه؟ 50 اوم ماتشنج وخلاص خلصت. فاهم قصدي؟ مش انا كده خلاص خلصت؟ طب ايه مشكله حاجه زي كده؟ وده والباندوس بتاع ده ايه؟ وايد باند انفينيتي. ما فيش باندوس ليميتيشن مفروض يعني صح؟ بس مشكلته ايه في حاجه زي كده؟ عملت كده اول حاجه النويز بتاع ده قد ايه؟ فاكرين السؤال اللي هو عملته لكم في اول محاضره في النويز فيجر؟ لما انا حطيت ايه؟ حطيت لكم ترانزستور زي ده كده، وقلت لكم النويز فيجر بتاعه كام صح؟ وحطيت لكم ريزيستنس بس، وبعد كده حطيت ريزيستنس وترانزستور معاها. فاكرين كان عامل ايه في النويز؟ شفت نويز اصلا دي قد دي قد اللي هي قد السورس. فدي اصلا كده كده مبدئيا نويز فيجر بكام؟ ب 3 دي بي مبدئيا. بس النويز بتاع ده اتضاعفت 4 مرات اصلا. ليه؟ عشان السيجنال كباور سيجنال لما راحت من هنا لهنا قلت 4 مرات كباور سيجنال. فاهم قصدي؟ فانت اكني النويز زادت 4 مرات. فهو ان انت تعمل حاجه زي كده، ده زي ما تقول كده ايه اوحش حاجه ممكن تعملها كنويز برسبكتيف. بس كباندويتس احسن حاجه ممكن تعملها. اللي هو المثال الاولاني، لو قلت لك عايز اماتش ده من 0 ل 2 جيجا، الاوبشن ده اللي عندك، وعندك اوبشن تاني وخلاص. انت فاهم قصدي؟
ليه؟ ده يعرف يماتش من 0 ل 2 جيجا؟ يعرف اكيد ده يشتغل من صفر عادي جدا. او ساعات بنعملها ازاي؟ بنعمل ده. بس هنا 50 اوم. هنا بالنسبه لده الريزيستور دي بتبقى بكام؟ الكلام ده تاخدوه في الالين ان شاء الله المره الجايه. ايه؟ هنا لو عندي ار فيدباك، دي ار فيدباك. انتوا عارفين الفيدباك صح؟ ده شنط فيدباك ولا لا؟ شنط فيدباك ولا لا؟ صح؟ ده لما ينزل في الانبوت ينزل بكام؟ مقسوم على الجين صح؟ فاشوف هنا ار اف على ايه؟ فانا كل اللي انا محتاجه ان انا اطمن الار اف على ايه دي؟ تديني 50. ده يشتغل عند سي وما يشتغلش عند سي؟ اشتغل عند سي عادي. معايا؟ عشان فاكر لما احنا عملنا هنا كده ار 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 مثلا ار بي وار هنا اس، وقلنا النويز فيجر بتاعت الار بي للار اس قد ايه؟ كانت قد ايه؟ كانت الريشيو ايه؟ ار اس على ار بي بلس 1. كانت هي دي صح؟ اذا كان النويز فيجر كان كده؟ لو حد رجع للمحاضره الاولى. حلو؟ فتخيل لو الار بي 2000 والار اس ب 50 يديك الريشيو دي تبقى اولموست 1 اللي هي ما بتأثرش حاجه في النويز. في سؤال في الكلام ده؟ انهي واحده فيهم؟ دي يعني لا عندي 50 و5 اللي هيخلي الباور اللي جاي اقل. ما هي هتبقى جيت ريفلكتد مش ماتشد صح ولا ايه؟ اوكي انت بتيجي تقول انا مثلا انا لو انا 50 اوم، لو انا الاوت بتاعي 50 اوم واللود بتاعي 500، فين الباور ريفلكتد هنا؟ ازاي؟ صح؟ مش هو ده السؤال؟ طيب ممكن اشرح لك على دي اسهل عادي. طيب انت هنا عندك 50، افترض معايا ان دي اصلا مش 50، ده 0 اوم. حلو؟ ده 0 اوم. ماشي؟ الفولت اللي هنا شايف فولت معين. الكرنت اللي هتشوفه هنا اللي هيطلع هنا بكام؟ ودي افترض معايا انها انفينيتي برضه، افترض معايا انها انفينيتي حاليا، يعني مالهمش علاقه ببعض خالص، صح؟ الكرنت هنا هيبقى بكام؟ بانفينيتي؟ الكرنت بانفينيتي هنا؟ ما انت خلي بالك ده بانفينيتي، امبيدنس من انفينيتي. هل ينفع يمشي فيها كرنت؟ صح؟ فالكرنت بصفر. فالباور اللي ديليفرد لللود بتاعي ايه؟ زيرو صح؟ انت فاكر كان في كده حاجه خدناها زمان، انا مش فاكر كانت في انهي كلاس بالظبط، كان فكره ان هو كان بيجي يقول لك انا عندي ار وعندي هنا ار. يعني ار سورس وار لود. وابتدي وارسم لي يعني سويب واحده وقف وثبت الثانيه او ريشيو، يعني ريشيو الباور اللي على اللود قد ايه؟ كانت طلعت شكلها عامل كده. وراحت وكانت فين؟ وده كان هنا لما كانت الاثنين قد بعض. انت فاهم قصدي؟ طيب هاجي اسال سؤال. هو يعني حلو السؤال ده ليه؟ اللي تخليك تفكر شويه. لو احنا طب انا ليه تعب نفسي الماتشنج؟ ما هو مش انا من صفر لانفينيتي، ما انا السيجنال هنا شايفها هي سيجنال هنا وده ترانزستور هيكمل. هو ترانزستور عايز باور ولا عايز فولت؟ الترانزستور عايز باور ولا فولت؟ ترانزستور. الجيت عايزه ايه؟ عايزه فولت. طب انا ليه ما عملتش كده وخلاص ورحت دماغي؟ ليه قاعد بقول نفسي هنماتش 50 اوم، ده انت تطلع لي 50 اوم والراجل ده يجيب لي 50 اوم ونحط ما بيننا ماتش نتورك عشان نشتغل. ايه؟ مش مشكلة. ما هو فين الريفليكشنز؟ فين الريفليكشن؟ ايه؟ لا ما في الفولت، ما هو بقول لك الترانزستور محتاج فولت، مش محتاج اصلا باور في حاجه.
طب في حد منكم في المشروع بيديزاين اكتر من امبليفاير اكتر من ستيج واحده، يعني 2 ستيج او 3 ستيج؟ ها مين انت عامل كام ستيج؟ عملت ماتشنج ما بينهم ليه؟ مش عايزين ندي كل ستيج ثانيه ماكسيمم باور ترانسفير؟ ايه بالظبط، هي دي الفكره. الفكره في ايه؟ ان اصلا كونسبت الماتشنج ده طلع امتى؟ طلع مع ديسكريت كومبوننتس اصلا. فديسكريت كومبوننت انا عندي باور امبليفايرز هنا كايه؟ كاي سي هاي، ووراه مش عارف درايفر معين، انا عايز الدرايفر ده يبعت المعلومه للباور امبليفاير عشان يبعتها للانتنا. فانت عندك بي سي بي اهيت فيها باور امبليفاير، فيها درايفر قبلي، في انتنا هنا، صح؟ والكلام ده كله عايز يشتغل عند 10 جيجا، صح؟ فانا الاثنين البلوكس دي مش في نفس المكان، مش في نفس المكان، صح؟ مالهمش يعني ايه؟ انا مش جرانتيد الانترفيس بتاعهم عامل ازاي مع بعض. لو انا خليت ده 0 اوم وده انفينيتي اوم عشان اديه فولت، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الكلام ده كدي سي وايز هيدي له احسن باور، الفولت هيروح، بس كاي سي هيحصل ريفليكشنز. انت مشيت واخدته في، لو عندك ترانسميشن لاين بالشكل ده وعندك هنا مثلا بانفينيتي وعندك هنا زي نود معينه، اللي يحصل الباور هتحصل ايه؟ هترفلكت، صح؟ لو ده مش بزي نود، ده برقم ما اكس مثلا، فيحصل الباور رايحه جايه كده، فيحصل ان انت عندك ايه؟ ريفلكشنز في الترانسميشن لاين ده. فلما تيجي تشوف الباور ترانسفير من هنا لهنا هتلاقي اكروس فريكونسي حاجه عامله كده، اكروس فريكونسي. يعني ده لو في هنا فريكونسي، ليه؟ عشان بيحصل ان انت الريفلكشنز دي رايحه جايه هتعمل ايه؟ هتخلي شويه ان الباور تقل في عند فريكونسي معين لما الاثنين يحصل لهم ديستركتيف انترفيرنس، او الباور تزيد لما يحصل لكم كونستركتيف انترفيرنس، صح ولا ايه؟ مش انتوا درستوا اخدتوا اي كافيتي؟ اي كافيتي؟ ما ده كانه بقى كافيتي، صح؟ لو الباور رايحه جايه فيه، صح كده؟ فاهمين قصدي؟ فبالتالي كونسبت الماتشنج ده اصلا معمول لمين؟ لما يكون البيلدنج بلوكس بتاعتي بعيدة عن بعضها وانا عايز اكلمهم بسام سورت اوف ترانسميشن لاين. فاهمين قصدي؟ فهو طلع من هنا اصلا، ده البدايه، ده اوريجينيتد من هنا. فانا لو انا واحد بعمل ال ان اي، وال ان اي ده محتاج ليه 3 ستيجز، هقعد اماتش ما بينهم؟ انا اصلا كلهم هعملهم في حته واحده. انا هديزاين واي حد هيستخدم ال ان بتاعي هياخده كبلاك بوكس كده مقفول، حاجه مقفوله كده، مش هيجي يفك لي الايه؟ الستيج بتاعتي. فاهمين قصدي؟ طيب احنا النهارده بنعمل الار اف سيستم على ايه؟ في ايه؟ في اي سي، صح؟ طب ليه بقى بنعمل ماتشنج؟ ما هو في اي سي، انا اي حد يستخدم اي سي هيستخدم اي سي ايه؟ مقفوله. ماشي، دي حاجه من الحاجات، ان احنا الحقيقه دي، ودي حاجه فعليه، ان انا دلوقتي بعمل على اي سي، بس بدل ما بس بعمله عند 10 جيجا ولا 1 جيجا، بعمله عند ايه؟ 40 جيجا مثلا، صح؟ فوقتها حتى الترانسميشن لاين الصغير ده بيفرق، صح؟ بس في حاجه ثانيه اهم بنعمل بيها الموضوع ده عشانه. ما بين البلوكس وبعضها جوه الاي سي، جوه الاي سي. بالظبط بالظبط، ده اللي خلاني اقدر ان انا يبقى عندي تيم مكون من 10 لبيلد تشيب شغال عند هاي فريكونسي. يعني احنا كلنا اتفقنا ان اللود بتاعنا تبقى ثابت بشكل معين، فانا وانا بديزاين انا فارض ان اللي بعديه 50 اوم واللي قبليه ايه؟ 50 اوم، حلو؟ والبلوك اللي قدامي فارض اللي بعديه 50 اوم واللي قبليه 50 اوم. فبالتالي لما نيجي نركب على بعض مش هيحصل مشاكل، ولا هيحصل مشاكل؟ مش هيحصل مشاكل. فاهم؟ تسهيل عشان تعرف تديزاين الشيبس اصلا. لو ما عملتش كده هيبقى كل بلوك مستني البلوك اللي قبليه مين، ومين البلوك اللي بعديه، والبلوك اللي بعديه ده غير شويه، ده انا هغير الديزاين بتاعي خالص. انت فاهم قصدي؟ احنا هنا فعشان كده دايما نلاقي الكاركتيريا بتاعت الديزاين بتاعتنا يقول لك لا، خلي الاس 22 والاس 11 اللي هي الماتشنج بتاعي اقل من 10 دي بي، يعني انت خليك اقرب ما يكون ل 50 اوم. معايا؟ ده غير ان الانتر كونكتس اللي في التشيب بتاثر شويه، بس احنا هنقول دي حاجه هنقدر ناخدها انتو اكونت بتاعنا ونقدر ديزاين بيها. بس في الاغلب اللي بيتزاين بقى بلوك لوحده، وهو لوحده هو اللي شغال عليه، بيبتمايز كل حاجه مع بعضها وبيسلمه على بعضه كده، مش هيقعد ايه؟ يماتش جوه.
فاهمين قصدي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ ايه؟ طيب احنا برضو اتكلمنا المره اللي فاتت ان ايه؟ ان لو عايز بقى مور وايد يعني وايد باندوتس، يعني انا نفترضنا ان احنا عشان نحصل على حاجه وايد باندوتس عملنا ايه؟ عملنا ال سي سيكشنز بالشكل ده، فانا بدل ما يبقى عندي 2 كومبوننتس بقى عندي ايه؟ 4 كومبوننتس، صح؟ طيب في ساعات كتير بدل ما بنعمل كده بنيجي نعمل ترانسفورمر، قلت لكم عليه المره اللي فاتت صح؟ الترانسفورمر ده لو انا عندي هنا زد لود بشوف من هنا كام؟ لو ده ان ل 1 يبقى ايه؟ في ان سكوير، صح كده؟ فانا وقتها لو انا عايز اروح من 550 احط ايه؟ في النص ترانسفورمر، صح؟ الان سكوير بتاعته ب 10 يبقى الان ب 3. طب 3.1 دي تجيبها ازاي؟ ايه؟ تقول ايه؟ ماشي صح، انا اسف صح. فلو انا عايز اعمل من هنا من 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 هتلخبطني ليه طيب؟ انت بتقولي بقى ايه السؤال؟ اه ماشي ماشي، ما واحد لان وان واحد لان بتبقى بكام؟ بتبقى بكام؟ 3.1 صح؟ تعرف تجيب 3.1؟ لا ينفع عادي، ما ينفعش عادي. انا انت ليه على طول جاوب كده على طول؟ انا ما انا ممكن اعمل حاجه كده والتاني اللي الفه عليه الفه نص لفه بس بس كده مثلا. افترض معايا عرفت اخد الايه؟ يعني انا قصدي ان الريشيو دي هي في الاخر الاثنين بتقاطعوا في قد ايه؟ الريشيو يعني ممكن تبقى نص لفه عادي، ربع لفه، 0.1 لفه براحتنا يعني، مش مشكله صح؟ طبعا ده شكل اي حاجه يعني مش طيب. فبتبت بس مشكله ترانسفورمر ايه؟ ان انا بقول انا عايز لو عايز ان دي عايز الرقم ده 3.3.5، اعرف اجيب 3.5؟ ينفع بحط نص لفه ايه؟ انا عايز الان ل 1 ب 3.5، فاقول انا مش لازم الف لفه كامله بس ده اللي بقوله يعني ماشي. طب بس في مشكله كبيره، الترانسفورمر ده بالاندكتور يعني ما بيشتغلش عند الايه؟ ليه ماكسيمم فريكوانسي وليه مينيمم فريكوانسي برضه ماشي؟ فبالتالي برضه مش احسن حاجه. طيب في بقى ماتشنج بطريقه ثانيه خالص، احنا لقينا ان احنا كل ما نحط سيكشنز زياده بنماتش احسن ولا اوحش؟ كباندوس وايز احسن صح؟ طيب هل حد ممكن يقول لي ايه احسن طريقه للماتش لو انا عايز وايدست باندوس ماتشنج اعمله بايه؟ ترانسميشن لاين. ازاي؟ مش ترانسميشن لاين ده هو عباره عن يعني انا عندي ترانسميشن لاين هنا بزد نود، هو عباره عن ايه الشكل ده؟ بيعباره عن ايه؟ ال سي ال سي ال، مش ده الموديل بتاعه؟ يبقى انا الترانسميشن لاين بتاعي ده ممكن اخليه استخدمه بشكل ما ان هو يقدر يجيب لي احسن ماتشنج نتورك. ما هو عباره عن ال سيز كتير ديستريبيوتد، فاهمين قصدي؟ مشكلته بس في الاريا. طب انا لو عايز ديزاين عايز ماتش من 550 بترانسميشن لاين اعمله ازاي؟ حسب الطول؟ لا لا، في حاجه يعني حاجه ما ده كله نارو باند. انا عايز بالفكره دي اخليه وايدست باندوتس. حاجه خدتوها في المايكرويف لسه بتاخدوها ايه؟ انتوا بتاخدوا في المايكرويف؟ انت بتاخدوا مايكرويف 2 يعني؟ لا هي مايكرويف 1 في ترم تاني في رابعه؟ اللي بتدرس في ايه؟ نتورك اناليسيس. لا لا انا قصدي المايكرويف اللي قبليها، المايكرويف قديمه شويه. ما كانش فيه؟ مش مشكله، فكروا فيها نعملها ازاي؟ عايزين
عايزين نماتش 550 باستخدام الترانسميشن لاين باكتر حاجه وايد باندوتس. هو ايه هو اللي بيخلي ان انا يبقى عندي نارو باندوتس؟ ان البيرس تبقى عندها في فريكونس واحده. ماشي صح. طيب لو انا طب افترض معايا ان انا افترض معايا الاول بادي هنا ب 50 و50 وعايز احط حاجه ما بينهم وتكون وايد باندوتس وتعمل لي ماكسيمم باور ترانسفير، احط ايه؟ ترانسميشن لاين واحد كده طويل ب 50 من غير لمده من غير حاجه من غير ما بفكرش في الطول. حلو؟ طب دي لو ب 100 هعمل ايه؟ يعني تعالوا نرسمها هنا او 500 مش فارقه يعني. هاجي اعمل ايه؟ هاجي احط هنا ترانسميشن لاين بس يبقى يكون حاجه عامله زي كده، افترض معايا هيبقى عجز او طبعا بالعكس. يبقى زد نوت بتاعته في اوله 100 واخره 50 وبيروح جرادولي ما بين 100 و50. ينفع ليه ما ينفعش؟ لا عادي اقول لك. طيب اقول لك. لا لا ده الكلام ده مش هينفع، ده مش هتعمله على سميث شارب. ده انا بقول لك انت لا يعني كبقى مايكرويف ديزاين ازاي تعمله. يعني الترانسميشن لاين ابو زد نوت ب 100 ده في الاخر هو مايكرو ستريب صح؟ حاجه عامله كده صح؟ ليه ويث معين هنقول دبليو 1. لو عملت ترانسميشن لاين ب 50 الدبليو دي هيبقى شكلها عامله ازاي بالنسبه له؟ دبليو 2 هنلاقيها اكبر من دبليو 1. كل ما نكبر الدبليو او الويتس بتاع الترانسميشن لاين يزيد النوت بت ايه؟ بتقل. فبالتالي لو انا عايز اروح حاجه من 100 ل 50 ممكن اروح لها بايه؟ ترانسميشن لاين ضيقه ووسعه في اخره. ما انت الاول اول نوع قلته ايه؟ عباره عن ايه؟ اللي هو بيبقى عباره عن مايكرو ستريب صح؟ اللي هو عباره عن لاين فوق ومن تحت جراوند. نفس الكلام عندك على التشيب، انت هتعمل متى؟ فاكر المحاضره اللي فاتت ورينا كده الستاك بتاع الايه؟ بتاع اللايرز، مش فوق في ام 5؟ هو ده الاساس بتاعي وام 1 عامله اللي هو الجراوند شيلد اللي تحتيه، فهو ما مايكرو ستريب. تمام؟ بس ده في الاخر يعني ايه؟ يعني لو حبيت تفكر طب انا اعمل ايه؟ عامة اي ماتشنج نتورك لو انت عايز تعمل اندكتور تعمله، لو ممكن لو عملته كاندكتور ملفوف كده ينفع، وممكن اعمله كترانسميشن لاين بلينس معين بزيد نود معينه يديني افكتيف نفس الاندكتنس. لو استخدمت ده بدل الاندكتور اللي هو ملفوف هنلاقيه الماتشنج نتورك بتاعتي الباندز بتاعتها اكبر. يعني دايما لو استخدمت حاجه فيها ترانسميشن لاينز هنلاقي البانز بتاعتها ايه؟ اكبر، عشان المساحه كبيره جدا اللي انا هحتاجها فيها. يعني انت لو عملت ترانسميشن لاين عشان يجيب لك ال هتلاقي نفس ال دي ممكن تجيبها في مساحه اقل بحاجه مرفوعه نفسها. ايه؟ ايه فكره الجادجت؟ ان انت في الاخر انت هنا 100 اوم صح؟ انت هل انت دخلت هل في حاجه حملها لك مشاكل؟ بعد كده الجرادولي بقى بتاخدك ل 50 اوم فالريفليكشنز ضعيفه جدا، فكانك عملت ماتشنج من غير اي مشاكل. وانا بديزاين احاول اعمل ديزاين اول دون الترانسميشن لاين لو اشوف اقدر احقق ده بتاعي ايه؟ يعني طب انا اسف بس هقولكم على حاجه، انتوا اخدتوا انتنه صح؟ ايه الانتنه اللي تحسسكم ان انتوا شفتوها مش حاجه بالشكل ده؟ هون انتنه. هون انتنه دي بتعمل ايه؟ بتماتش مع الايه؟ مع الهواء اللي هو 120 باي صح ولا حاجه زي كده صح؟ وهو بادي بريكتانجلر روف جايد وقاعد عمال يكبر بشكل جرادولي عشان يعرف ايه؟ يبقى الباور كلها جت ترانسفيرد ما تبقاش حاجه ايه؟ ريفلكتد. هقول انا ديزاين هل ابدا يعني لو انا عايز وايد باند ولا حاول اشوف اقدر مساحه اقعد في السكشنز ما اداش السوشيال لاين. قول تاني كده معلش. ارجع للسوشيال لاين لما تبقى عايز باندوس عالي قوي مش عارف تجيبه بال سي سيكشنز ولا لقيت ال سي سيكشنز كترت قوي. لا طبعا. يعني ما حدش اول حاجه يعملها ترانسميشن لاين يا جماعه. انا بقول لكم يعني احنا قلناها رابع حاجه صح؟ على ان هو ايه؟ لو الدنيا ضربت معاك خلاص اريا هتبقى كبيره. لو فكرت ايه؟
اه طبعا. بقول لك انت لو عايز ال واحده تلاقي نفسك عشان تعملها تاخد لينس طويل عشان هو ما فيهوش ميتشل اندكتنس. يتفكر فيه انت عايز تعمل بجيب بترانسميشن لاين اندكتنس. تخيل معايا هتلاقي نفسك انت محتاج اريا كبيره مقارنه بال اللي لفيته حول نفسه. اه ممكن بالظبط، بس وقتها هتلاقي نفسك ما بالظبط ممكن نعمله كده، بس لازم برضو توسعوا عن بعض عشان ايه ما يأثر يعني سته انت عشان عشان احنا فاردين دول ترانسميشن لاين لازم واحنا بنعمله كده لازم ده اللاين ده ما يشوفش اللاين ده، فلازم يبقى في مساحه هنا ما بينهم برضو. لو قربتهم من بعض مش فارقه ان هو عند الدكتور ملفوف يعني، بالعكس هيبقى اوحش اصلا. طب تسمعوا عن الاس بارامترز؟ ها؟ طب تعرفوا عنها ايه طيب؟ ايه؟ ماشي بالظبط ماشي صح، ده كيوز كيس بتاعتها يعني. بس هي عامه احنا في الاخر اي حاجه بنديزاينها بنبقى عشان انت واحد عامل ديزاين لاي بلوك في الاخر عشان اجي اقول لاي حد البرفورمانس بتاعي هيبقى عباره عن ايه، فبنستخدم الاس بارامتر. في الاغلب البلوك ده بيبقى ليه انبوت واحد واوتبوت ايه واحد، ففي هنا بورت 1 وبورت 2 حلو. فبنيجي نقول انا احنا هنا احنا خلي بالكم احنا ركزنا في كذا حاجه. اول حاجه ركزنا في ايه، في ان انا عايز اشوف الجين من 1 ل 2 صح، عايز اشوف الجين، فدي بنشوف اس 2 1 حلو. طيب وركزنا في الماتشنج صح، الماتشنج اللي هو ايه، ان انا لو دخلت باور ترجع لي منها ايه قد ايه، فدي هبص على ايه على اس 1 1. طيب وفي نفس الكلام برضه انا عايزك بماتشد مع ايه مع الاوتبوت، فلو دخلت باور هيرجع لي منها قد ايه اللي هي اس 2 2 صح، ولو دخلت باور من 2 دي هيروح للواحد ده اللي هي اس 1 2. الاس 1 2 دي انا عايزها قد ايه؟ زيرو صح. ليه بقى عايزها بزيرو ليه؟ ايه؟ عشان استابيلتي ليه؟ ازاي؟ فين الفيدباك اللي حصل هنا؟ ايه؟ ايه؟ ماشي انا افرض هنا ده كان ماتشيت 50 اوم وماتشيت هنا 50 اوم والاس 2 1 عاليه ب 10 دي بي والاس 1 2 ب 5 دي بي عاليه هي كمان، هي اوسيليت ومش هي اوسيليت؟ ليه؟ انتوا فاهمين سؤالي؟ ما هو عشان يرجع الاول اللي راح كده. هي الميزه في ايه؟ الفكره ان انا ده ماتشد وده ماتشد، فاللي هيروح هنا مش هيدخل تاني يعني، عشان يرجع كده لازم ده ايه؟ يبقى ان ماتشد من هنا صح؟ وعلشان يرجع من كده انا عشان اعمل اوسيليشن لازم يبقى عندي ايه؟ لوب صح؟ لوب بتلف حوالين بعضها لوب كده. فاللوب دي ايه الكومبوننتس بتاعتها عشان تكمل؟ الاس 2 1 تكون موجوده والاس 1 2 تكون موجوده ويبقى ان ماتشد هنا وان ماتشد هنا. لو ان انا ماتشد اصلا خلاص حتى لو دي عاليه شويه مش مشكله قوي. فاهمين قصدي ايه؟ فعشان كده هتلاقي لو انت تيجي تدرس الستابيليتي بتاعت الحاجه هتلاقي دايما فيها الاربعه كومبوننتس دول. لو واحده فيهم وقعت فاحنا بيحصل ايه بقى؟ ان انا لو افترض معايا ان ده بلوك خلاص عندي وهروح اديه لاي حد يستخدمه. هل انا عارف هيحط لي اس 1 1 كام واس 2 2 كام؟ هيحط لي اللود هنا بكام هنا؟ هيحط لي اللود هنا بكام؟ انا ما اعرفش حاجه صح؟ فانا باجي اقول لك بقى وانت بالديزاين اتاكد مهما كان الرقم ده لو انا حصل لي توتال ريفليكشن من هنا وتوتال ريفليكشن من هنا ان الاس 1 2 دي تكون صغيره ان ما يحصلش لوب. ده ليه؟ عشان انا باجي اقول لك في الورست كيس كونديشن لما تحطه لي كده ريفليكشنز فيه يعني يحصل جواه لوب ما يوصلتش. فاهمين قصدي؟ بس هو لو انت حاطه جوه الدايره بتاعتك وانت متاكد ان ده ماتشد ممكن تعملها كده، بس ده طبعا محدش هيعمل كده يعني. ليه بقى؟ ده حاجه ثانيه. الحته اللي احنا لسه قايلينها في اول المحاضره الماتشنج ده بيبقى عند ايه؟ فريكونسي واحد بس. فانت ممكن تلاقي ان انت عند فريكونسي فبريشن بتاعتك ده حلو ده حلو ده حلو وده حلو، بس ممكن تلاقي عند مثلا عند 50 جيجا انت اصلا شغال عند 10 جيجا وعند 50 جيجا
تلاقي ان انت عندك التوتال ريفليكشن من هنا ومن هنا والاس 1 2 للاسف عاليه، فيحصل لك ايه؟ اوسيليشن عند 50 جيجا، رغم انت كنت اصلا متزن عند ايه؟ عند 10 جيجا. فانت في حالات الاستابيليتي لازم تبص على الايه؟ على الفريكوانسي كلها، لازم ابص على الارقام دي كلها بالفريكوانسي كلها. فعشان كده هما بيعرفوا لي بقى بايكويشن كده، بيعرفوا حاجه اسمها دلتا، كان اسمها دلتا صح؟ ولا لا كي فاكتور؟ كي فاكتور كي وفي ميو، في يعني في تو فاكتورز في الاخر، هو بيجي يحسب لي الاس بيضربهم في بعض بشكل ما، وبيجي يقول لي كي دي طول ما هي اكبر من الواحد انت كده ايه؟ ستيبل. وكي دي عمل ايه؟ قال لك انا هفترض ان انا عندي ورست كيس كونديشن، اللي هو ايه؟ اللي هو عندي لود على الانبوت او ريسورس من الانبوت بيعمل لي توتال ريفليكشن لجوه، وسورس ولود في الاوتبوت بيعمل لي توتال ريفليكشن هنا، واشوف انا هاوسلت ولا لا، يعني الورست كيس. فكي لو انت لو افترضنا ان انا عملت امبليفاير واحد وتشيب كده ورحت ابيعه، لازم الكي تكون بكام؟ تكون اكبر بواحد. لا بس بي اناليسيس، يعني انت قصدك ازاي اطلع الارقام دي؟ بس بي اناليسيس. لا دي لا، هي الاس بي اناليسيس برضه بتقول لك ان هو ستيبل، بس هو في الاخر الكي دي بتتحسب ان هي ايكويشن معينه والميو كذلك. فانت اصلا هتلاقي في كيدنس هتيجي يقول له قول لي الكي بكام، الاستابيليتي فاكتور بكام، وفي ده مش عارف بقى هو برضه اسمه ايه؟ ميو فاكتور برضه صح؟ بيسموه ميو فاكتور. اوكي؟ ايه؟ هو حاجه زي كي بس مرجن، انا ما اعرفش بالظبط هو بتاعي، يعني ممكن اقعد ابص عليها واقول لك ما فيش مره جايه يعني. انت ممكن تبص عليها بالظبط بتاعت ايه، بس هم دايما بيبصوا على كي وميو. يعني يقول لي ما استبدلت؟ اه. لو انت بتبص على الستابيليتي. تمام. تبص على الكي وتطمن الدنيا كويسه، ان دايما اكبر بواحد. هو الاس 2 بنيجاتيف؟ ما هو الفكره نيجاتيف 10 دي بتبقى متحقق عند فريكوانسي رينج معين، افرض عليت بقت نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 ما يضمنيش طبعا، عشان نيجاتيف 10 دي معناه ان عندي فيدباك صح؟ على يعني عندي فيدباك مثلا، ده انا كده ضامن ان هي ما عنديش. انت بص كده على معادله الكي، هتلاقي ان ده لو صفر او ده صفر، صفر توتالي وده صفر، او يعني واحد منهم هيبقى عندك الدنيا ستيبل، عشان انت قفلت اللوب، ما فيش لوب معايا؟ قطعتها يعني. ايه هو؟ لا ما تحصلش، عمرها ما هتحصل. خلي بالك انت عايز الكلام ده على كل الفريكونسيز، دايما الجين ده، الجين دي، حاجات الجين دي بتبقى شغاله وايد باند، الماتشنج نفسه هو اللي بيبقى نارو باند، فدايما هتلاقي ان انت عندك دايما جين موجود، بس الايه؟ بس الماتشنج ممكن في حته ماتشنج وحته مش ماتشد، فتلاقي نفسك بتسيت عند فريكونسي تاني. في استابيلتي بقى سيركلز، ايه الاستابيلتي سيركلز بقى؟ بالظبط. تخيل كده معايا ان انا بتست عندي امبليفاير حلو، والكي طلعت لي اقل من الصفر، اقل من الواحد. الكي طلعت لي اقل من واحد صح؟ معناها ايه؟ الكي لما طلعت اقل من واحد، الاول الكي هيقول لي كي يعني هل الكي دي رقم واحد بس؟ لا هو رقم، الكي دي دايما فانكشن اوف فريكونسي، يعني عند كل فريكونسي بيقول لي الكي بكام؟ يعني عند 1 جيجا الكي بكذا، عند 2 جيجا الكي بكذا، عند 3 جيجا الكي بكذا، حلو؟ لقيت عند 10 جيجا الكي بنص. ده معناه ايه؟ يعني دي معناها ايه؟ هتوصلت ازاي؟ اني امبيدنس؟ اني امبيدنس هتحطها؟ انا قلت لك ان كده بيجيب لك الورست كيس سيناريو اللي ممكن يحصل. اي لود امبيدنس ايا كان ايه هو هيحط، بحيث ان هو يعمل لك توتال ريفليكشن من هنا ومن هنا، هتحطه هيوصلت عند القيمه دي، جاب لك اوحش حاجه. هل انت عارف اللود ايه هو؟ لازم تبص على حاجه اسمها ستابيل سيركلز. بيجي في حاجه اسمها ستابيل سيركلز، بيجي يقول لك، بيجي يرسم لك سميث شارت كده حلو، ويجي يقول لك شايف الريجن دي، لو حطيت امبيدنس في اللود ده، اللود هنا حلو، لو حطيت امبيدنس من دول ده هيوسيليت. يبقى جه قال لك معلومه زياده
قالك مش ان هو عند الفريكوانسي ده هيسيت ولا لا، لا ايه اللود اللي يخليه يوسليت؟ عند فريكوانسي معينه، يعني الكلام ده عند اف نود معينه، وممكن تشوف عند كذا اف نود براحتك، بس انا قصدي ان هنا 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 عشان الشكل ده يكون موجود لازم تكون الكي اصغر من الواحد عند الفريكوانسي ده، فيجي يقول لك في لودز معينه عنده لو 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 تواجد اللود ده هيوسليت. طب افرض ان هو ان كي اقل من الواحد ولقيت اللود ده، انا محتاج واحد مثلا مايكرو فاراد عشان يوسليت عند الفريكوانسي ده، يبقى ممكن اقول ايه؟ ان شاء الله ما حدش هيحط عليه واحد مايكرو يعني، صح؟ ممكن اعمل كده وممكن لا، بس هو معظم الناس اي حد بيعمل ليه برودكت يعني ما حدش بيطلع تشيب ممكن توصليت، مهما ان انت ما تعرفش الكاستمر ممكن يعمل فيها ايه، ممكن يحطها في كونديشنز انت ما ويقول لك لا انت اديتني حاجه بتوصليت. لو كي اصغر من واحد بص، هو مفروض انت احنا انا ببص عليها من بره صح كانترفيس، بس انت لو عندك شيب كبيره الكي دايما هتبقى اكبر من واحد اكيد، عشان دايما الاس 1 2 تبقى صغيره جدا، بس ده ما يمنعش ان الشيب ممكن توسيت من جوه. يعني ايه؟ يعني انت عندك الشيب مكونه من كام بلوك جوه؟ 10 مثلا صح؟ 10 بلوكس جوه كلهم بيكلموا بعض، وبعد انت جيت هتقيس كي فاكتور، الكي فاكتور ده هتقيسه من بره هتقيسه بايه؟ من هنا لهنا، مفيش اي مشاكل، مفيش لوب ممكن تتكون من هنا لهنا، ما في كده بيقول لك اللوب ممكن تتكون فين؟ هل في لوب ممكن تتكون من هنا لهنا؟ هتلاقي الايزيشن حلو جدا، مش هيحصل اي لوب، بس ممكن يحصل ان انت عندك الامبليفاير اللي جوه في النص ده الماتشنج هنا وهنا وحش، فاللوب تتكون هنا. فلو امبليفاير واحد اوسليت هيبوظ خلاص، هتبوظ. صح؟ انت فاهمين قصدي؟ فعشان كده انت ما تقدرش تحكم على كي فاكتور لمالتي ستيج تشين يعني. لازم على ستيج على ستيج واحده، عشان كده دايما نيجي نقول لك انت لو عامل مالتي ستيج ال ان ايه وريتني كي فاكتور مش هستفيد، مش ههتم بيه قوي، وريني الكل ستيج لوحدها. بس طبعا مش هتعرف توريني كده كل ستيج لوحدها لو انت مش عامله ماتشد اصلا. فاهم قصدي؟ في سؤال في الكلام ده؟ انا بس بقول لك بص يعني حاجه على الجنب اللي هي فكره ايه؟ ان انت لو انت عندك حاجه 50 اوم وعايز تماتشها ب 100 اوم لو انت اتكلمت مع ناس بتوع مايكرويف بس هيجي يقول لك انا ممكن اعملها بالشكل ده. اللي هو الشكل اللي انا لسه عامله، اللي هو ايه؟ اللي هو يجي يقول لك انا ممكن احط ستوبس واعمل مش عارفه ايه والكلام من ده، او ممكن ابتدي اعمل ايه؟ جراديوال ترانسميشن لاين بالشكل ده بحيث ان هو يماتش من غير اي ريفليكشنز. انت فاهم قصدي ايه؟ دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. اهو الكوبري ده ويتس، الكوبري ده ويتس. انا باجي اقول لك ان انت ترانسميشن لاين المايكرو ستريب عشان تقلل الزد نود كبر الويتس، فعند 50 اوم اكيد هتبقى ايه الويتس اكبر من عند ال 100 اوم. في حد عنده سؤال مش مصيف الكلام ده؟ بص هو في كلام تاني، بس هو انتوا بتاخدوا ماده مايكرويف اصلا صح؟ اللي هي اللي فيها ترانسميشن لاينز والكلام ده برضو هتبقى مفيده برضو مع الكورس ده يعني عامه، يعني انتوا هتلاقوا بيركزوا قوي بقى على السميث شارت وازاي تحل على السميث شارت الماتشنج والكلام ده صح ولا ايه؟ لسه ايه؟ مش ده اخر ترم ليكوا؟ ايه؟ يعني لسه هتاخدوها صح؟ طيب تمام. هو انتوا بتاخدوا كام ماده مايكرويف حاليا؟ احنا خدنا مواد كده، ما اسمهم مايكرويف، انا قصدي مايكرويف ك امبريلا كبيره من جوه، مش قصدي الاسم يعني. دي المايكرويف سيستم سيستم، دي الدكتوره هادي بتديها لكم ولا دكتوره ان جي؟ مين؟ حسين اوض؟ اوكي تمام. لو احتجتوا حاجه بقى تانية، لو في اي سؤال طيب في حاجه تانية، عشان لسه في معانا كده 10 دقايق او ربع ساعه يعني.
انا كان ممكن ادخل معاكم في ال ان اي بس انا ما كنتش محضره الحقيقه يعني. في اي سؤال؟ طب في حاجات اللي قبل كده؟ الاساينمنت بالظبط، الاساينمنت ده مهم. بص ان شاء الله قبل المحاضره الجايه هيكون نازل ان شاء الله. يعني بص يعني انا زي ما قلت لكم الاساينمنت احنا هنحاول قدر الامكان ان هو نخليه حاجه بتاخد على التوبس كلها اللي احنا ايه انت عملت الاول حبه اناليسز لنويز وكاسكيدد نويز وكاسكيدد لينيرتي، ممكن نعمل حاجه بسيطه ليها وبعد كده نعمل نحاول ممكن نديزاين امبليفاير في التشين بتاعتنا. الامبليفاير ده نحاول مثلا ال ان اي مثلا هتاخدوه المره الجايه واللي بعديها والماتش نيركو بتاعته، فالماتش نيركو بتاعته هتاخدها انت المفروض فهمت من المره دي صح، ومن الباسيف المحاضره الباسيف اللي انت اخدتها ممكن ناخد نديكم وان توتوريال ازاي تستعمل اي ام اكس او تستعمل اي ام تول تسيميليت اي ام باسيف وتشوف يعني انت عايز تعمل اندكتور تسيميليته اي ام وتشوف. فبس فهو ده هيبقى شكل الايه البروجكت، ممكن في الاخر نعمل مثلا بلوكين ولا حاجه ونجمعها. اتفضل. هيبقى فردي، هو المفروض يبقى فردي. بص هنشوف السكوب بتاعه، انا يعني انا هقعد دلوقتي مع مشان سامه، هقعد معاه هنتفق بالظبط ايه اللي هينزل ايه، عشان هو لو هو كبير مش هنخليه فردي، ممكن نخليه اثنين مثلا او حاجه. ماشي اوكي. طيب لو ما فيش حاجه تانية خلاص شكرا يا باشمهندسين. الميد ترم برضو عشان بس انا قلتها لكم دي في اول محاضره، الميد ترم لحد المحاضره بتاعت النهارده اوكي، لحد المحاضره بتاعت النهارده. المالتي سيكشن لو انا مثلا بديزاين 1 2